القطط أكثر الحيوانات قربا من الإنسان، وهي حيوانات آلفة يربيها كثير من الأشخاص، وتعيش مع الناس منذ ما يزيد على 7000 عام. وتنتمي القطط للثدييات، وهناك الكثير من أنواع القطط التي تختلف في الأشكال والألوان والأحجام. قد كانت القطط في بعض الحضارات من الحيوانات المقدسة التي أقيمت لها 10 تماثيل، وخصوصا في الحضارة الفرعونية، حيث كان يصل عقاب الشخص الذي يتسبب بأذى لأية قطة لعقوبة شديدة قد تصل للإعدام. القط المستأنس من السلالة العتابية، ويسمى بقط باست، ويتميز بكثافة شعره وطوله، وهو آلف جدا ولا يظهر أي عدوانية. القط الحبشي، وهو من أذكى أنواع القطط. القط الشيرازي، ويتميز بطول شعره وحبه للكسل والخمول. القط السيامي، ويتميز بجمال صوته وعذوبته. قط المانكس، وهو بدون ذيل ويتميز بطباعه الهادئ. قط الهيمالايا، وهو قط هجين ينتج من تزاوج القط السيامي مع الشيرازي. قط البالينيز، وهو قط هجين ينتج عن تزاوج القط السيامي مع قط الهيمالايا. قط الأبايس، وهو قط عاش بكثرة في زمن الفراعنة وله العديد من الثماثيل. قط البورما، ويتميز بعيونه الذهبية. القط الروسي، من القطط الهادئة جدا. القط الريفي، ويتميز بطباعه الهادئ جدا. قط الأكزوتيك، وهو قط راق جدا وباهظ الثمن. يوجد للقطط 32 عضلة في أذنها الخارجية لتستطيع التحكم بها. وهل تعلم أن القطط لا تميز المذاق الحلو للطعام؟ كما هل تعلم أيضا أن القطط تمتلك في عيونها 3 جفون، كما لها أكثر من 100 نبرة صوتية مختلفة عن بعضها البعض، وهي بهذا تتفوق على الكلاب التي تمتلك 10 نبرات صوتية فقط. القطط البالغة لا تستطيع هضم اللاكتوز، لذلك يجب تجنب إطعامها الحليب ومشتقاته. يصل عمر القطط حوالي 35 عاما. القطط من الحيوانات التي تنظف نفسها بنفسها، وذلك بلعق فرائها، وتحصل بهذه الطريقة على فيتامين جيم. تمتلك القطة حدة نظر في الليل أكثر من قدرتها على أبصار البشر ب6 أضعاف. في الصين تعتبر لحوم القطط من ألذ أنواع اللحوم والتي تقدم في الموائد. تمتلك القطط أجسام مرنة تساعدها على القفز من ارتفاعات عالية دون أن تتأذى. تعتبر القطط من أكثر الحيوانات ذكاء، ولديها سرعة بديهة كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن. تمتلك القطط حاسة سمع حادة جدا، حيث تسمع الأصوات ذات التردد العالية، أي حوالي 65 كيلو هرتز. هل تعلم أن القطط تنفر من رائحة الحمضيات مثل الليمون والبرتقال؟ تمتلك القطط 30 سنا، وتبدل أسنانها اللبنية بأسنان دائمة. المعدل الطبيعي لنبضات قلب القطة يبلغ حوالي 195 نبضة في الدقيقة، وتتنفس ما بين 20 إلى 40 مرة في الدقيقة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد وحصري.